رجعنا من جديد. هنعمل ايه؟ هنعمل سلطه سهله جدا، وهي بتقوم بنفسها كطبق مستقل، يعني ممكن اكلها كانها وجبه، ما احتاجش اكل حاجه تانيه جنبها، لان هي فيها كميه من العيش. هستعمل اللي هي بانانزيلا سلطه، او سلطه البانانزيلا. السلطه دي ايطالي، طعمها حلو جدا وبسيطه جدا، مكوناتها بسيطه جدا. هستعمل طماطم مكعبات كبيره او شيري طماطو، خيار، بصل شرايح، زيتون لو عايزة، ورغيف عيش يكون برضو بايت. الدريسنج بتاعي خل بلسامي وخل تفاح، زيت زيتون، مستردة، اوكي. وطبعا الاوريجانو والملح والفلفل في الاخر. هاجي اعمل ايه؟ اول حاجة هاجي هقطع العيش بتاعي حتت كبيرة. ليه العيش يكون بايت؟ علشان يشرب لي من التتبيلة، ان هو هي السلطة ما مش هحط اللي في الاخر دول. السلطه معتمده على العيش، هعمله مكعبات كبيره كده اهو، واقطعه مكعبات اهو. بصوا، علشان شايفين اللتة دي، ده معناه ان هو بايت. ادي الحجم ده، وهحط العيش بتاعي اول حاجه، هحط شويه كمان. زي ما قلنا احنا ممكن ناكلها دي طبق قائم بذاته، يعني مش محتاجه حاجه معاها، وسهله وحلوه. هي شبه الفتوش عندنا، بس العيش بتاعها اكتر. خلاص، هاجي اعمل ايه؟ هاجي اخلط الدريسنج بتاعي، خلي البلسمي، خلي التفاح، زيت الزيتون، والمستردة، الزعتر او الاوريجانو زي ما انتوا عايزين، فلفل اسود، والملح. اجي التتبيلة بتاعتي، انا اللي يهمني ان العيش هو اللي يكون طعمه التتبيله باينه فيه، والخضار تبقى بلين جنبه كده، مايلد، يعني مش باين قوي فيها التتبيله، هو العيش المهم. خلاص، هاجي هحط التتبيله على العيش كده، وبعدين اقلبه كويس قوي، يتغلف كويس قوي بالتتبيله، اوكي. شايفين؟ يعني بعد كده ادي الطماطم مكعبات، وادي الخيار. طبعا لو عايزه تحطي فيها زيتون اسود او اخضر، الاسود اكتر بيستعمل، ممكن تحطي فيها زيتون وممكن ما تحطيش، يعني زي ما انت عايزه. ادي كده اهو، وبعد كده بصوا العيش بقى ايه، يبتدي يفشفش شويه. هجيب الطبق بتاعي يا حاج جمال. مين؟ منال. يا منال. ايوه، ازاي حضرتك يا دكتوره؟ ايه، ازيك يا جميله، عامله ايه؟ بجد انا بشكر سعادتك على انك بصراحه بتعملي اكل المرضى السكر، ربنا يبارك. قلبي، ربنا يخليكي، تسلمي لي يا روح قلبي، تسلمي. عينيا ليكي، لو عايزاني في اي حاجه اقولها لك عينيا ليكي. يعني اتمنى ان حضرتك نكتر شويه من الحاجات اللي هي بتاعت مرضى السكر، لان انا بصراحه عندي السكر مش عارفه اكل ايه. سلامتك حبيبتي، الف سلامه. بصي، احنا دايما يوم الاحد بتبقى عندنا الحلقه صحيه، بنعمل اكلات صحيه بغض النظر بقى عن هي لمين، بس دايما تابعينا الحد بالذات، وان شاء الله كل اللي انت عايزاه هنعمله لك. ربنا يبارك لنا في سعادتك. تسلمي يا حبيبتي، وان شاء الله سنه سعيده عليكي وعلى كل احبابك وعلى اللي ردوا عليا في البرنامج. ان شاء بصراحة الله، تسلمي لي يا حبيبتي، كلها ناس محترمين، ربنا يخليكي ويبارك في عمرك. عاوزين بقى حضرتك حاجتين تاني. ايه؟ ازاي نغسل الخضار والفاكهه؟ اوكي، عشان دلوقتي طبق الخضار والفاكهه ازاي نغسلهم، اوكي، من غير ما نحس ان في مكروب فيه. ماشي، من عينيا الاثنين، سهله، من عينيا يا حبيبتي. بصوا بقى، ادي
السلطة اهي، واخر حاجة رشة زعتر عليها. بصوا اهي اهي، رشة بقى من الزعتر فوقيها بس، حلو قوي زي الفل. ادي السلطة بتاعتنا النهاردة. طيب الحلو، ادي السلطة، عملنا سلطة وعملنا فراخ وعملنا بطاطس، طب نفسنا في حاجة حلوة. يعني الناس اللي عندها سكر دي، ولا الناس اللي عايزة تخس دي، ملهاش نفس تاكل حاجة حلوة؟ ليها نفس تاكل حاجة حلوة.